Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le مساء monde, الخير bonsoir tout عليكم le monde. جميعا، مساء الخير. عايز Bonsoir tout الأول le monde. أبارك لك وعايز Audrey. أحييك على البطولة الكبيرة اللي أنتوا لعبتوها الأخيرة، وببارك لك على الفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم. Merci beaucoup, merci شكرا beaucoup, جزيلا عزيزي. أعزائي merci pour أصدقائي وأصدقائي l'organisation المصريين، أشكركم على merci كل ما aussi pour حدث، كل الاستقبال الرائع وعلى الدعم والتشجيع الذي أنا بالنسبة لي. أن أؤكد لكم أننا فوزنا لم يكن سهل، لأن كان يوجد الكثير من اللاعبين الجيدين، وكان يوجد الفرق القوية ومنهم الفريق المصري الذي هو البلد المضيف للبطولة. وأؤكد لكم أننا كنا نشعر بأننا في بلدنا، وبالفعل كان فعل حسن علينا لأننا فزنا بهذه البطولة ضد جامبيا على أرضكم. إذن بالفعل نحن نشكركم شكرا جزيلا على ما فعلتم. وأؤكد لكم أيضا أن جميع اللاعبين الذين كانوا معي، نحن مع بعض منذ فترة طويلة، وأنا أعرفهم جيدا من فترة طويلة، وتجمعنا قبل بطولة الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، 4 أشهر قبل البطولة، وأعددناهم جيدا، وهم بالفعل لاعبين براعم رائعين وشباب رائعين. إنهم بالفعل ما رأيت أمه اليوم هو عمل لمدة لا تقل عن 2 عامان أو 3 أعوام على الأقل. مالك، ممكن أعرف منك لعبته كم مباراة تجريبية وكم مباراة ودية قبل انطلاق البطولة؟ Moi j'ai joué un tour, le tournoi لعبت بطولة في موريتانيا، وقمت نحن وفزنا على غامبيا مرتين، وفزنا بالبطولة أيضا في موريتانيا، وكان تقريبا معظم اللاعبين من هذا الفريق. يعني لعبت كم مباراة كوتش؟ كم مباراة تقريبا؟ ثلاث مباريات ودية قبل الحضور إلى مصر. دي كل المباريات اللي انت لعبتها خلال السنتين اللي فاتوا؟ لم نلعب مباريات كثير. نحن لعبنا بطولة الإفوا، والتي سمحت لنا بالتأهل إلى هذه البطولة، بطولة الأمم الأفريقية، وفزنا بالبطولة على ما أعتقد منذ 6 أشهر. وبالفعل هؤلاء اللاعبين كانوا معي لفترة طويلة، وتدربنا جيدا وقمنا بعمل جيد سويا، ولعبنا العديد من المباريات الودية، ولعبنا ضد زامبيا أيضا وفزناها، وفي تونس لعبنا مباراتين ضد تونس، وبعد ذلك بدأنا البطولة. كوتش مالك، هل اتفاجأت بمستوى المنتخب المصري خلال هذه البطولة، وكنت متوقع ان المنتخب يكون افضل من ذلك؟ بالفعل انا اعرف جيدا كرة القدم المصرية، واتابع الكرة المصرية منذ سنوات، وأؤكد لكم أن الصقر أحمد حسن أتابع ما يفعله أيضا مع الشباب، وأتابع منذ فترة طويلة الكثير من الأبطال المصريين. وأؤكد لكم أن مصر لديها طاهر أبو زيد وأيضا والعديد من اللاعبين الكبار الذين أعرفهم منذ الصغر. وأؤكد لكم أن مستوى اللاعبين الذي رأيته في البطولة يجب عليهم العمل كثيرا كي تستطيع مصر أن تبقى في نفس المستوى الذي كانت عليه على مستوى القارة الأفريقية، فهم كانوا سادة أفريقيا من قبل. أوكي كوتش مالك داف، بشكرك على مداخلتك معانا، وبتمنى لك التوفيق في كأس العالم. ألف مبروك كوتش. يعني طبعا دي كانت مداخلة او
يعني عبر زوم مع مالك داف المدير الفني لمنتخب السنغال للشباب اللي اكتسح بطوله افريقيا، فاز بست مباريات، احرز 14 هدف ولم يستقبل اي هدف. الغريب في المداخله بالنسبه لي ان هو بيقول ان هو ما لعبش ماتشات وديه كتير، يعني لعب 5-6 ماتشات بس قبل البطوله ومعظمها كانت مباريات رسميه، لكن قال ان هم اشتغلوا مع اللعيبه لفتره طويله جدا، لكن الاكيد انهم اشتغلوا صح.